لنا 15 يوم خرجنا على اكادير ومشينا لعبنا في كوديفوار وجينا ومشينا للكازا ولعبنا في برشيف ولعبنا في الرباط. الحمد لله هذا ما كاينش عائق. المهم حنا الدراري داروا اللي عليهم، ومهم هذا الفوز جاء على طال الانتظار ديالو بزاف اللي كنا كننتظروا هذا الفوز هذا. والحمد لله حنا بعدا درنا واحد الرجل في كارت فينال. اللي نبغي نقول هو دابا نساو الكونفدراليه دابا ونفكروا في البطوله، لان حنا في اسفل الترتيب لازم نداركوا الموقف ونطلعوا ان شاء الله في المقدمه ديال الترتيب. فعلا النتيجه ديال اليوم مهمه نظرا بزاف ديال العوامل اللي قلت لك شرطي قلتي لهم. كان شغل كبير، كان عمل كبير باش انه كما كنقولوا نرجعوا لاعبين اللي طال نورمال سيختو نيفو مونتال، لانه عرفنا الجانب الديني لاعبين نقيسين شيئا ما، كاين امور اللي كتكون يعني كيمر فيها الفريق اللي ماشي مصلحته، اللي خص انه كما كنقولوا نرجعوا في اسرع وقت. ولهذا باش نرجعوا في اسرع وقت ضروري المقابله تربح. اول حاجه انه تخليك ديما في لاكورس وتخليك تحافظ على المرتبه الاولى في لاكاف، وميم طون باش على الاقل هذا الاسبوع هذا واخا لنا جايه مقابله اخرى قويه اللي ما خلاكش الوقت انه كما كنقولوا سواء تفرح ولا تخدم، يعني ما كاينش الوقت باش سميت، ولكن نتمنى ان شاء الله انه تكون نتيجه بوزيتيف على النفسيه ديالنا والنفسيه ديال اللاعبين باش على الاقل نواجهوا المقابلات خاصه في الشامبيون، لان الشامبيون خاصنا نرجعوا في اقرب وقت نرجعوا للنتائج الايجابيه باش نتسلقوا المراتب باش نمشيو، لان ما غاديش كيف ما كان الحال حنا ما كنفكروش انه غنطيحوا، انا بالعكس كنفكر نقرب على المراتب اللي يمكن تخول لنا المشاركه في المنافسات سواء الافريقيه ولا العربيه السنه المقبله. السلام عليكم. اولا سقاسه مباركي، سقاسه ايمان وجميع امازيغ العالم. نتمنى اننا نكون لدينا واحد الهديه ولو صغيره بزاف للجماهير الحسنيه فين ما كانت في العالم. مباراه اللي ما كانت سهله، من خصم يمكن النتيجه غتبين ان المباراه كانت سهله، ولكن بكل صراحه كانت صعيبه. علاش؟ لان معنويات اللاعبين كانت مهزوزه شيئا ما بعد الهزائم المتتاليه في البطوله الوطنيه. العموم حنا فرحانين بهاد ثلاثه النقاط اللي غتخلينا نتصدروا الترتيب ديال هاد المجموعه، وغتخلي معنويات ترجع شيئا ما باش نرجعوا للواجهه المحليه ونحصدوا اكبر عدد ممكن من النقاط ان شاء الله باش نزيدوا ونصعدوا في سلم الترتيب. هنيئا اللاعبين على شخصيه كبيره اللي بينوا اليوم، لان ماشي سهل في الظروف هذه نديو مباراة في هذا المستوى. فرحان خصوصا باللاعبين الشبان ابناء النادي اللي بينوا على علو الكعب ديالهم في مباراة حاسمة، تخلينا ان شاء الله المباريات المتبقية في هذه الكأس هذه يعني نناقشوها بواحد أريحية أكثر. نشكر جماهير جد سندتنا اليوم بكل صراحة ولبت النداء، هذا هو هادشي اللي تنعرفوا عليها، لأن دائما معنا في السراء والضراء، ولكن غنكتبوا التاريخ وغنحققوا شي حاجة لهذا النادي ما يمكنش نحققوها إلا ما كانتش الجماهير مورانا. تنشكرهم بزاف. مباراة مع 8 الليل يوم الأحد، عارفين الصعوبة اللي تواجهوها باش يوصلوا الملعب، تنشكرهم من أعماق القلب، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه بداية ديال انتصارات أخرى، أن عيب وعار أن الفريق يقبع في مؤخرة الترتيب. نتمنى إن شاء الله الانتفاضة اللي كانت قاريا تولي محليا باش نفرحوا حنا ونفرحوهم معنا، لأن نظن بأن الحوايج الزوينة اللي دوزنا مجموعين أكثر من الحوايج الخايبة اللي كانت قليلة بزاف. حنا متفائلين إن شاء الله وأكيد أن الخير أمام إن شاء الله.